معكم جمال الدين بوكار وكيل عام تأمينة جمال الدين أطلنطا. احنا اليوم ارتئينا بغينا نديروا هذه البادرة باش نوقفوا مع الناس اللي جالسين من الخدمة ديالهم وما عندش كيش اللي يلقى عليهم، من الناس اللي المياومين اللي كيخدموا 12 يوم نهار على يوم ما كيش اللي يدخل عليهم حتى شي حاجة. الهدف من هذه البادرة أول حاجة كان نشروا روح ديال التضامن في المجتمع المغربي وفي مدينة سطات في مدينة ساكسات، وكنوجدوا رسالة من خلال هذه المسألة. احنا ما كنديروهاش باش بغينا نبينوا تأمينة جمال الدين أو أطلنطا، لا، احنا تأمينة جمال الدين هي المساهمة، وبغينا نعطيوا رسالة لجميع الشركات. هذا هو الميساج ديالنا، جميع الشركات الخاصة والناس اللي عندهم الإمكانيات أنهم يديروا بحالنا وياخذوا البادرة ويخرجوا يقلبوا على الناس اللي ما عندهمش، ونساهموا جميعا في نشر الثقافة ديال التعاون والتضامن بجانب العمل اللي كتقوم به السلطات المحلية. ومن هذا المنبر كنشكرهم على جميع المبادرات اللي كيقوموا بها للتحسيس باش الناس يبقاو في ديورهم باش نحاربوا هذا الفيروس كورونا، وان شاء الله غادي نقضيو عليه. والشكر الموصول رجال ديال الامن الوطني والدرك الملكي ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وجميع القيمين على الامر، والشكر لصاحب جلالة نصر الله اللي اعطاه هذه البادرة ديال ثقافة ديال تثبيت التضامن وروح التعامل الجماعي. وكنكرر مرة ثانية في هذه رسالة، ديروا بحالنا، احنا الهدف ديالنا ماشي احنا باش نبغيو نقولوا انه فعلا صدقة خاصها تعطى في السر، ولكن احنا بغينا نعطيو ميساج اخر اننا اللي ما كما تيقولوا اللي ما تيدير ما كيضركش وجهه، حنا كنبينوا راسنا وتنقولوا حنا جند مجندون وكننشروا هذا الميساج، وبغينا كل شيء اللي هذا يدير بحالنا، وهذا هو الشعار ديالنا، ونتمنوا الله وكل شيء غينتصر ان شاء الله. السلام عليكم، معكم نورا مسيره بتامينات جمال الدين اطلنطا ستات. اليوم بحكم هاد الازمه اللي كتعيشها بلادنا واللي هي اثرات بشكل كبير على العائلات المعوزه، ومن خلال هاد الازمه اللي حنا كنعيشوها، وكنحاولنا اليوم نحن تامينات جمال الدين اطلنطا ستات باش نديروا واحد البادره، ماشي باش نبينوا الناس راه حنا كنديروا الصدقه، لا حاشا ولله، كل واحد كيدير داكشي اللي قسم الله سرا ولا علانيه. مهم حنا بغينا اليوم الناس ياخذوا عبره منا بالقليل ولا بالكثير، نعاونوا الناس، ديروا بحالنا ونعاونوا الناس بالقليل ولا بالكثير بداكشي اللي قسم الله. وثاني حاجه بغينا الناس اننا نشجعوهم انهم بقاو في ديورهم، رزقك غيجي حتى لعندك، الله ضامن لك الرزق ديالك، رزقك غيجي حتى لعندك. كما حنا دابا هاد الناس اللي غنمشيو عندهم ما عارفينش واش هادشي غيجيهم في هاد اللحظه ولا ما يجيش، مهم داكشي ضامنوا اليوم الله. وكنتمنوا للناس شعار ديالنا في هاد البادره صدقه لله ايه، ولكن بادره باش ديروا بحالنا باش ما سخاكم الله بالقليل ولا بالكثير. الشيء اللي خرجتي غير 5 دراهم تفرح بها شي واحد، راه مسكين ديك 5 دراهم راه شي حاجه عنده في هذا النهار وهذا اليوم ديال الجمعه. كنتمنى من الله البلاد ديالنا تستبشر خير في هذه الايام المقبله، وكنتمناو ان هذا الفيروس ما ينتصرش علينا، حيت حنا يد في يد وحنا مؤمنين والله غيوقف معنا، وان شاء الله حنا غننتصروا على فيروس كورونا. وخليك في دارك ودير بحالي، دير بحالي باش ما سخاك الله. تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.